سعيدة جدا باستقبال الدكتور والباحث في علم الاجتماع سي سامي نصر. أهلا وسهلا بك. تحية ليك، تحية للفريق اللي معك، وتحية لكل من يتابع فينا. سي سامي، نحكي اليوم وزارة العدل دخلت على خلفية محتوى متعارض مع الآداب على التيك توك. نحكي على المحتوى اللي موجود طويلة على التيك توك اللي ينشر فيه بعض الأشخاص اللي هو اعتبرته وزارة العدل إنه مخل بالآداب. شنو هو تأثير هالمحتوى هذايا على مثل أو نحكي على الفيديوهات تأثيرهم على الصغيرات على الأطفال متاعنا؟ لو كان نأخذ زوج مواضيع مربوطين ببعضها باش نأخذ منهم مصطلح هام برشا اللي هو كلمة المناعة. يعني النجم نعطيك ساعة المعلومة ديريكت كونوا هالظاهرة دي من شأنها باش تضرب مناعة المجتمع. يعني اليوم النجم نصيروا مجتمع بدون مناعة. كتتذكر وقت اللي جات الكورونا قلنا شنو أول حاجة يجب نعملوها؟ يجب تكون موجودة المناعة الجسدية باش ينجم البدن يقاوم الفيروس. اليوم فما فيروس أخلاقي قاعد ينتشر، واليوم قادر الجسم تاع المجتمع التونسي وخاصة الأجيال القادمة يصبح مجتمع بدون مناعة. الدوركيم استعمل مصطلح سماه المناعة الاجتماعية. منيش تتكون المناعة الاجتماعية؟ تكون من زوج حاجات، تكون أولا من منظومة القيم، وثانيا تتكون من آلية الضبط الاجتماعي. اليوم اللي قاعد ينتشر في على تيك توك وغيره شبكة التواصل الاجتماعي من شأنه باش يضرب أهم شيء اللي هي منظومة القيم. يعني تقريبا 50% من المناعة الاجتماعية ولات مضروبة، 50% الثانية اللي هي آلية الضبط الاجتماعي. اليوم ولا عندنا انفلات، ما عادش فما آليات ضبط اجتماعي. يعني فعلا اليوم أصبحنا مجتمع يعاني من أزمة مناعة اجتماعية. بالتالي القرار اللي تم اتخاذه جاء في الوقت المناسب وجاء كعلاج الاحتياج حقيقي تحتاجه المجتمع اليوم. يعني اليوم فعلا محتاجين كون نوفر للمجتمع التونسي وللأجيال القادمة المناعة الاجتماعية. واليوم اللي قاعد ينتشر قاعد فعلا نلقى هو كونه قاعد يضرب في المناعة الاجتماعية. يقول قيل شنو اللي خلاه تنتشر بشكل كبير؟ معناها في وقت قصير وانتشرت. كنت لاحظ كونه ماهوش ظاهرة مش مرتبطة بفئة معينة. يعني نلقاه عند الرجال كيما عند النساء، نلقاه كيما عند المرأة الكبيرة في العمر كيما البنية الصغيرة، نلقاه كيما المثقفة كيما مش مثقفة. نعرف يعني معلمة اللي قاعدة، يعني حتى مربين قاعدين يقوموا بهذا الشيء. يعني تقريبا للمستوى الثقافي العب دور، ولا الوسط الاجتماعي، ولا السن، ولا الجنس، تقريبا اللي احنا نسميه في السوسيولوجيا المتغيرات، تقريبا كل المتغيرات انتفت امام هذه الظاهره. لذلك انا بيدي وقت اللي حكيت عليه قلت هذا عباره على تسونامي اجتماعي. التسونامي يعني شنو اللي يعمل؟ وقت اللي يجي يجرف كل شيء. وفعلا الظاهره ذي جرفت الناس الكل. بالتالي اليوم جاء الوقت باش نقول ستوب. فما شكون اللي قال كون القرار جا متاخر؟ انا شخصيا ما روش متاخر. علاش ما روش متاخر؟ لانه فما قاعده وقت تعرف كي تنظر الحاجه من وجهه نظر السوسيولوجي تختلف من اللي ينظر من وجهه نظر اخرى. من وجهه نظر السوسيولوجي شو نقول لك؟ مثلا فما مقوله قادر كي مهمه تقول لك نحن لا نرفض فعل لانه جرمي، وانما هو جرمي لاننا نرفضه. بمعنى اخر لابد من اسباقيه الرفض المجتمعي على النص القانوني. يعني اليوم اللي يحصل فما رفض مجتمعي، فما انتقاد كبير. الرفض المجتمعي يفترض كان يتوج بقانون وبقرارات واجراءات. حتى القرار نتاع السيده وزيره العدل كان لاحظوا كانوا ما عطاش قانون جديد، هو قانون موجود من قبل لكن ما كانش يتطبق، فتم تفعيل تطبيق هذا القانون. دونك نتصور كونه جاء في الوقت المناسب. وشخصيا أنا بيدي تحدثت على المسألة دي من قبل بنهارين ما يجري القرار، وقيت في القرار تقريبا المضمون اللي أنا قلته سواء كان في موزايك أو في تونس الرقمي وبعض وسائل الإعلام الأخرى اللي خذيته منه. هل أنك سي سامي تعتبر أنه مثل القرارات هذه اللي تم اتخاذها اليوم كافية لمراقبة أطفالنا، لحماية أطفالنا من بعض السلوكيات هذه الأخلاقية؟ شكرا. يعني السؤال في مكان شفت كي تقع عندك أنت ظاهرة اجتماعية تنجم تحصرها، تنجم تكتفي بمعالجة واحدة وتنجم تعطيك نتيجة. كي تنتشر برشا وتتغذى
تولي كيما اللي سميتها انا تسونامي اجتماعي. تولي برشا حاجات لازم تتعمل اون باراليل. يعني ما تنجمش تزيد تسيطر عليها. يعني باش تنجم تحصل ماكسيموم يلزمك برشا حاجات تشتغل في الوقت. يعني اليوم كيما مثلا وزاره العدل قامت بدوره مثلا في المجال هذا، ماهوش عيب ماهوش غلط وقت اللي تحترم اخلاقيات المجتمع اللي تعيش فيه. يعني شنو هو الاوبجيكتيف نتاعك؟ باش تعمل بوز؟ تحب تعمل اثاره؟ يعني اليوم هذه ثقافه البوز والاثاره هي اللي قاعده تنتشر. اليوم ثقافه البوز والاثاره هي اللي فعلا يعني خلت الظاهره هذه تنتشر بشكل كبير، خاصة كنت نتذكر كونه مثلا وقت اللي احنا بدا عندنا حتى اختصاص في علم الاجتماع نسميه السوسيولوجي الروم السوسيولوجي دو ستار، علم اجتماع النجوم. قبل كانت النجومية تستحق مجهود كبير وناس كفاءات باش تفرض روحها كنجم. اليوم مش وليت؟ وليت النجومية تتصنع، وليت أسهل شيء تتصنع النجومية. اليوم شنو اللي صار في البلاد؟ هذا على حساب تربية صغيرة؟ بالضبط، شنو صار في البلاد؟ ولهنا ندخلوا تقريبا في صلب الموضوع. قبل كنا احنا ننتقدوا الفاعلين في وسائل الإعلام وغيرها كونوا يوجهوا في الرأي العام. اليوم السلطة نتاع شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام وغيرها ولينا ما عادش نحكيو على تأثير الرأي العام. ولينا نحكيو على مصطلح اقوى. كان قبل الاعلام والمؤثرين ضمنا كانوا مثلا ياثروا في الراي العام. تطور تمشينا مرحله ما اخطر اللي هو توجيه الراي العام. ثم وصلنا الى اخر توب نتاع المرحله اللي هو صناعه الراي العام وصناعه الجمهور. اليوم اللي ستار ضمنا والسوشيال ميديا شنو قاعد تعمل؟ قاعد تصنع في شعب. وقت نحكيو احنا على الرداء، شو اللي تكون فيها الرداء؟ تكون فيها جمهور الرداء ورموز الرداء، وهناك تناغم كبير بين الرموز اللي النجومية نتاع الرداء وبين الجمهور اللي يقبل ذلك. حاجة أخرى بالنسبة مثلا مسألة الربح وتأثيره حتى على تعليم صغارنا وكيفاش ينظر المستقبل، هي فما النظرية نتاع تايلور واضحة، يقول لك من طبيعة الإنسان كونه إنسان يحب يربح أكثر ما يمكن في أقل وقت وبأقل مجهود. اليوم السوشيال ميديا وهاللي صار ضمنا عطاوهم نموذج كون كنت نجم تربح اكثر ما يمكن باقل جهد ممكن وفي اقل وقت ممكن. بالتالي ايش باش يخمم لك؟ لا في قرايه ولا في مستقبل ولا في علم ولا في خدمه ولا في حتى شيء. يعني اليوم خاصه عندنا التاثير الشباب يتاثروا ببعضهم، وشفنا كونوا بعض القنوات اللي خرجتهم كرموز وكابطال وعملت لهم يعني بيبليسيتي لهم هما بشكل كبير برشا، وهذا اثر بالطبع سلبا على صغارنا. لذلك مثلا حتى وقت اللي ذكرت طرحت سؤال قلت كونه يكفي ولا ما يكفيش القرار نتاع وزيره العدل، نقول لك لا، يعني قرار هو في مكانه، ولكن لابد باش يشمل زاد كذلك بعض وسائل الاعلام، لابد باش يشمل دور المربي، لابد باش يشمل دور العائله، لابد باش يشمل دور واهم نقطه هذه اللي هي مؤسسه القرب. احنا عندنا مصطلح نستعملوه برشا في السوسيولوجيا نسميه مؤسسه القرب. شو مؤسسه القرب؟ اللي هي تبدا من الاسره، المدرسه، النوادي، دور الثقافه، دور الشباب، المؤسسات هذه الكل تسمى مؤسسات القرب. ولابد باش تكون متناغمه ولابد باش تكون قريبه لصغارنا. احنا اليوم شنو اللي صار في تونس؟ كون مؤسسات القرب ما عادش قريبه لصغارنا. هي موجوده لكن الصغار ما يمشيوش. لابد هي بيد تغير في منهجيه العمل نتاعها، كيفاش تولي تنجم ترجع تكون قريبه لصغارنا. معناها لان ما نقولوش خطا من صغارنا، لا لا، الخطا من مؤسسات القرب اللي مازالت اليوم 2024 وتشتغل باليات العمل نتاعها نتاع السبعينات. يعني اليوم كي تشوف انت النوادي كيفاش تشتغل، اسال مثلا بوك ولا بابا ولا حتى جدك، تلقى نفس الطريقه اللي كانوا يخدموا بها قبل هي اللي يخدموا بها تو. اليوم شوف الطريقه اللي يلزمك تنجم تبتكرها اللي تنجم تولي تجلب الصغار اكثر. اليوم شنو اللي صار؟ وقت اللي مثلا مؤسسه القرب ما عادش قريبه لصغارنا ولا يبحثوا على البديل. البديل وين قوى؟ قوى في السوشيال ميديا. والسوشيال ميديا كنا نعرفوا شنو الخطوره اللي صارت فيه. فما حاجه هامه اللي ما نتوش قيمه. الجاذبيه نتاع السوشيال ميديا علاش؟ انا مره وقت عملت دراسه على الهجره او الهجه او الحرقة استعملت مصطلح شنو استقبل المصطلح شنو الدافع؟ قلت هو الشخص وقت اللي يعيش في وضع يكون رافضه، يعني رفض للوضع مع خوف او رفض للوضع مع يأس، يخلق لديه بعض الظواهر الاجتماعيه.
يخلق لديه ظاهرة اللاموبالات واللي هي تنعكس عليه العزوف، وشفنا ظاهرة العزوف في العديد من الحاجات اللامة، وتظهر عليه ظاهرة الهجة. نخضع على مستوى ميكرو، انت وقت اللي تعيش في مجموعة تكون رفضهم وتأيس من كونك باش تصلحهم، شنو اللي تعمل؟ يا إما تقول برا إن شاء الله تخلق، هذا بتعبير تونسي، وبعد وقت اللي زيت تطور أكثر تقول هاني خليت لكم مسوى عريضة. نفس الشيء على مستوى ماكرو، على مستوى مجتمعي. اليوم التونسي وقت اللي ولا، وحتى الشباب وقت اللي ولا رافض الوضع ورفض مؤسسات القربة ذي اللي ما عادش قريبة ليه، يا إما انعزل وتخلق ظاهرة العزوف لديهم، ثم في مرحلة ثانية الناس كل كي ولا تحب تجمنها الهجاء. أنا سمعت مصطلح قلت كلنا حارقوا، قلت ما فماش تونسي مش حارق، فما اللي يحرق عن طريق قوارب الموت، فما اللي يهج عن طريق الهجرة الشرعية، وفما اللي يحرق عبر المخيل اللي نسميه في البسيكولوجي، وفي البسيكولوجي السوسيال نسميه أحلام اليقظة، واللي هو طريقة دارج برشا، وفما اللي يحرق عبر الحلم الافتراضي. شنو اللي خلينا نحاولوا انه نخرج من الواقع اللي احنا فيه؟ لانك انت رافض وما لقيتش بديل، وما لقيتش كون يسمعك، وما لقيتش كون، يعني بالنسبه اليوم اكبر مشكله نتاع صغارنا كون ما عندهمش كون يسمعها. انا ذكر مره نعمل في محاضره في قليبيا وقت اللي انتشرت الالعاب الالكترونيه والصغار ولاو مدمنين عليها وكذا والخطوره نتاعها، فما بنيه صغيره عمرها تقريبا 16 15 سنه قضيت قمت صباح باش تتكلم، قد تقريبا يجي درجين ويتمتم ما نجمش تتكلم، وبعد كي تكلمت بكيت القاعه الكل. قالت انه مانيش طالبه المستحيل، انا امنيتي بابا ولا امي يقعدوا معايا ربع ساعه في النهار. يعني اليوم تصور انت صوره نتاع صغير محتاج كون ابوه ولا امه يحكيوا معاه، وقت اللي انت صغيرك ما تحكيش معاه شو باش يصير؟ يولي لوج شكون اللي يسمعوا وشكون اللي ينجم يحكي معاه؟ في السوشيال ميديا قي ذلك. انا اخذت مره في الدراسه اللي خدمت على اللعب الالكترونيه، وبما نحكيو في العالم الافتراضي خد كل مربوط ببعضه، شو اللي قيت؟ خذيت مثلا شنو خصائص والبزوا نتاع الصغار حطيتهم في قائمه، وخذيت شنو اللي كاركتير نتاع الالعاب الالكترونيه، قيت فما تطابق بنسبه ما يقارب 95%. يعني الناس اللي يلعبوا الالعاب هذه الناس دي بروفيسيونيل. نفس الشيء اليوم السوشيال ميديا عموما والتيك توك وغيرها جاء وكانه متناسق ومتناغم بنسبه كبيره برشا مع البزوان تاع صغارنا، مع كيما نقولوا احنا سواء كان الكبت سواء كان الاحتياج. الاحتياج ناس تحب تربح برشا فلوس في اقل وقت. فما حاجه اخرى انتشرت في المجتمع اللي هي ثقافه الوهم. دونك بالنسبه لي هو اكس ولا تكسب في 20 مليون في الشهر يولي هو مروح يكون اي شخص باش يكسبهم ال 20 مليون في الشهر. ونذكر هو زاد انه فما تلميذه حلت اللايف نتاع التيك توك وسط القسم. وسط القسم. يعني اليوم ولات ما عادش فما شفتك اللي تابو. ما عادش فما دي تابو. ما عادش فما دي زوبستاكل. الحرمه نتاع العائله ما عادش فما حرمه نتاع العائله. حرمه الجسد ما عادش فما حرمه الجسد. حرمه المدرسه ما عادش فما حرمه المدرسه. حرمة الإعلام ما عادش فما حرمة الإعلام. يعني اليوم الانفلات هذا اللي صار لكل كي، إذا كان مثلا يعني المؤسسة القضائية والمؤسسة الأمنية والمؤسسة التربوية والمؤسسة وهالمؤسسات هذه الكل كي ما تتدخلش وقتاش باش تتدخل؟ فما نقطة مهمة سي سامية تحدثت عليها أنت بكري، حكيت وأنه الصغير ولا ما عادش يلقى شكون يسمعوا في ذل، أنه الأم ولا تخدم البو ولا يخدم، كيفاش ينجموا يوفقوا بين الخدمه وبين تربيتهم لصغارهم خاصه وانه فما طريقه السوشيال ميديا، فما الام وقت اللي تحب تلاهي صغيرها ولا تعطيه تليفون وانت تعرف انه التليفون هذاك شنو ينجم يتوجد فيه على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابه، وهنا ندخلوا في هذا الكل باش ياثر اكيد على سلوكيات الطفل، على تربيته وعلى خاصه نفسيته. انا باش نعطيها من الاول كقاعده عامه، انا ضد تحرم وتمنع ولدك من استعمال السوشيال ميديا، ضد تمنعه. لكن بالطبع نرجع بعد لكن، وضد زادا كما مشيت بعض الدول في غلق التيك توك، ضد غلقه. لانه اذا كان باش تغلق التيك توك شكون اكبر مستفيد منه؟ هو الكيان الصهيوني. تقريبا اكثر حاجه احرجت الكيان الصهيوني هو التيك توك.
التيك توك الدور اللي قام به في القضية الفلسطينية ما قامتش به أقوى الدول وأقوى الأحزاب وأقوى التنظيمات وأقوى الجمعيات وأقوى وسائل الإعلام. يعني في الوقت اللي تيك توك دمر الشعب، التيك توك لعب دور كبير برشا في القضية الفلسطينية وفي ضرب الشركات اللي قاعدة تمول في الكيان الصهيوني. يعني اليوم اللي قاعد يحب يستثمر زادة الحملة ضد التيك توك، الكيان الصهيوني وأتباعه قاعدين يستثمر في ذي باش ما نطيحوش في البياج. لابد من التركيز على هذه النقطة زادة. يعني المشكلة ماهوش في التيك توك، المشكلة في طريقة استعماله. إذا كان أنا نقول لك سبب الموت نتاع الأطفال، الثاني سبب موت، السبب الموت الأول اللي هو الأكسيدونات، ما نجيش أنا نمنع الكراب. المشكلة مش في الكربة، في اللي يسوق في الكهرباء. إذا كان أنا عندي سكينة، السكينة المشكلة مش في السكينة اللي ارتكب الجريمة، السكينة تجب تستعملها في الخضرة كما تجب ترتكب بها جريمة. اليوم كيف كيف زاد السوشيال ميديا تجب تستعملها في البيع كما تجب تستعملها في الخايب. يعني أنا اليوم شنو المطالب؟ مطالب باش نغير العقلية باش يتم استعماله في الطريق الصحيح. يعني كيما مثلا مرة نذكر في بلاتو سألت سؤال، قالوا لي كيفاش نجموا نصلحوا الفيسبوك؟ قلت لهم اللي يقول لي نصلح الفيسبوك كيما اللي يغزر وجهه في المراية يلقى شعره مش مريقل، في بلاصة يمشط شعره ويحب يمشط في المراية. زيد المراية باش تعطيك انعكاس لصورتك أنت. معناه هوني لازمنا احنا نعلموا صغيراتنا بالضبط باش ينجموا يتقبلوا المعلومة لكن يفرقوا بين الباهي والخايب. والخايب، وحاجة أخرى هنا ندخل بالطبع في الجزء الثاني نتاع سؤالك اللي هو مسألة تخصيص الوقت. احنا اليوم إذا كان أنا نعطي بورتابل، نرمي بورتابل لولدي ولا لبنتي، المهم باش نرتاح منه. جوستومون. ما عملنا حتى شيء. أنا مطالب باش نراقبه. مطالب باش نتابعه. أنا مثلا يعني جاتني مرة دراسة عجبتني على الآخر، دراسة عملت في أمريكا. على العائلة مع العائلات غادي في أمريكا كيفاش يستعملوا السوشيال ميديا مع صغارهم. تقريبا أكثر من 90% من العائلات قال لك أنا مثلا يعني نشجع صغيري باش يستعمل السوشيال ميديا أما نشاركوا. كي سألوهم علاش تشاركوا؟ قالوا عندي بليزير برشا. الشيء اللي يفرح ولدي يفرحني أنا. نحب نشارك ولدي فكر البليزير نتاع كي تقيلها في الوحدة. وفي نفس الوقت قلت لك زاد نحب الراقب. انا اليوم شنو محتاجين؟ محتاجين الحاجه اللي تفرحت صغيري انا نشاركه فيها. لكن زاد في نفس الوقت زاد فرصه باش نتبعوا وفرصه باش ننصحوا. ينجم يكون حاجه خرجت في السوشيال ميديا تكون هي موضوع نتاع نقاش بيني وبين صغيري. لكن الاشكاليه نتاعنا الكبيره شنو؟ الاشكاليه الكبيره كوني كميه الوقت اللي نعديوه مع صغارنا مش كيما قبل كيما تو. غير كافيه. قبل كان عندنا وقت كبير. تو مثلا المرأة تخدم والراجل يخدم، وخاصة إذا كانوا يعني في العاصمة ولا في المدن الكبرى. يخرجوا دنيا ظلام، يتقابلوا دنيا ظلام. توصل المرأة منهكة بالتعب وعندها الكوجين، والراجل منهك بالتعب وعنده التزامات عائلية أخرى. يعني كمية الوقت صغيرة، مع كمية الوقت صغيرة نلقاو البو والأم كل واحد شاد الفيسبوك نتاعو وعايش في العالم الافتراضي نتاعو. والصغير عايش في العالم الافتراضي نتاعو. يعني كي نجي نشوف تقريبا كميه الوقت، ساعات صغير ما تقعدش معاه حتى ربع ساعه ولا نصف ساعه. وهذا هو اللي يدمر صغارنا. اليوم يلزمني كيما نفكر انا كيفاش نستثمر، هي كميه الوقت صغيره صحيح، اما كيفاش نجم نستثمرها لصالح صغاري. كان تلاحظ انت ساعات تلقى حتى كوبل. نذكر مره قاعدين وقتها في قهوه، نغزر كوبل ظهر مع عرسين جدد. وكل واحد حل الفيسبوك نتاعو قد شاتي. يعني اليوم ولا السوشيال ميديا اتغاع عليك العلاقات الطبيعيه اللي بين بعضنا. وهذا اللي دمرنا. اليوم لابد باش نصحح بالضبط. تسمي كي تمشي الضيف عند اقاربك نورمالمون انت باش تسمعوا خاطرك انت متوحش وعندك برشا ما ريتوش تلقاك، هو شاد التليفون في جهه وانت شاد التليفون في جهه، معناتها جوستومون هو وهذا اللي قد يصير مع صغارنا. ما اثرش كان على الصغيرات، اثر على الكل، اثر على نمط حياتك على كل فئات العمريه. اليوم تقريب البزوا المجتمعي ككل هو كونه محتاجين للتواصل. تقريبا ازمه الازمات اليوم عندنا في تونس هي ازمه التواصل. ما عادش نتواصلوا مع بعضنا. كي ما عادش نتواصلوا مع بعضنا شو ولينا؟ ولينا نتواصلوا عبر العالم الافتراضي. وهذا معناه يشكل يعني خطوره كبيره برشا، وهنا قاعدين تو نجنيو في الثمار نتاعها.
يعني يلزم الواحد يعمل يغزو روحه قدام المرايه ويشوف شنو الاغلاط وشنو النقاص اللي قاعدين قايمين به، خاصه مع الصغار. يعني نجم نقول له كلهم صغارنا فعلا قاعدين يعانيوا بشكل كبير، واهم احتياج نتاعهم هما اللي هو التواصل، مش قادرين نتواصلوا معاه. هات نحكيو توا على الحلول، هات نحكيو توا على النصائح. المواطن التونسي الاب الام اللي قاعدين يتفرجوا فيك تويكا اكيد حاجتهم شنو يلزم احنا نعملوا، وكيفاش نجموا نوفقوا بين اني انا نخدم كامراه نخدم، وبين اني نربي صغيري ونراقبه ونرشده ونسمعه ونحيط به، معناها ما نخليهوش يلتجئ الاساليب اخرى، يلتجئ المواقع السوشيال ميديا كما قلنا، مواقع التواصل الاجتماعي، يلتجئ حتى للشارع بالضبط، يلتجئ لحتى لصغيرات اخرين. اكيد تقريبا اهم سؤال باش ننطلق من اللي انطلقت منه، كنت تذكر اول ما بديت بالمناعة الاجتماعية. اليوم صغيري يجب تكون عنده مناعة اجتماعية. شو المناعة الاجتماعية باش نعملها انا في صغيري؟ كيما حكينا على الدولة لازم تكون توفر مناعة اجتماعية في المجتمع ككل، تو نحكي انا ساعة كوالي، شو اللي نجم نعمل مع صغيري باش نوفر له هيك المناعة الاجتماعية؟ منظومة القيم. لازم نعرف كيفاش نربي صغيري بين الصح والخطأ. وآلية الضبط الاجتماعي. يجب يحترمني. يعني إذا كان أنا اليوم ما عندي السلطة على صغيري وما غرستش في صغيري منظومة القيم، شنو اللي تنتظر؟ هذا الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية فما المؤسسات القرب يلزمها تكون متناغمة. أنا اللي صار لهم في المجتمع مؤسسات القرب مش متناغمة. قبل كنت أنت وقت اللي تربي صغيرك يخرج لبرا يلقى المربي، الهدف نتاع المربي عنده نفس الرساله اللي انت عندك، تحل التلفزه تلقى التلفزه عندها نفس القيم اللي انت حكيتها مع صغيرك، يمشي للنادي يلقى في النادي عنده نفس الشيء، تقيده في المصايف ولا في الكشافه ولا في اي بلاصه تلقى نفس الهدف. كل المؤسسات نتاع المجتمع تشتغل متناغمه مع بعض. انا اليوم اللي انت تعلمه لصغيرك الكل إنسو في حل التلفزة مناقض 180 درجة على اللي أنت علمتوه. اليوم لابد من وجود التناغم هذاك. يقول قيد مثلا قبل كانت فما برشا ظواهر اجتماعية وما أثرتش في المجتمع. تو حتى ظاهرة صغيرة تنجم تأثر. نرجع لكلمة المناعة. كي تلقى بدن ما عندوش مناعة يولي أي مرض ينجم يهلكه. كي تلقى بدن ما عندوش مناعة حتى قريب ينجم يقتلك. احنا اليوم كمجتمع وقت اللي ما عندناش مناعه اجتماعيه اي ظاهر اجتماعي تاثر فينا برشا. واهم شيء اليوم مجتمع مش عندك التوازن. قبل كانت فما اليات تعمل التوازن، مثلا كان عندنا الدور نتاع البو واللم، لكن زاد اون باراليل فما دور كبير العائله، يخرج الشارع فما دور نتاع كبير الحومه، المربي كان عنده هيبه. اذا كان انا اليوم المربي نقيمش التلميذ يقول له عندك شي شعور أو يتحرش بتلميذته، شو اللي تنتظر؟ حاجة أخرى، أنا اليوم عندي كمية وقت كبيرة ولدي عداها مع المربي. إذا كان أنا المربي نشيطني، كيفاش تحب وقت اللي يعطي نصيحة ولدي يسمعه؟ يعني فما أخطاء مني وفما أخطاء من المربي. كوالي. أنا وقت اللي نشيطني المربي، كيفاش صغير باش يتعامل معاه؟ تو أنا من جهة كمية الوقت صغيرة نعدي فيها مع صغيري. اغلبيه الوقت صغير يعدي فيها مع المربي ونجي انا نشيط، وكل الحملات اللي التشهيريه اللي قاعده تصير على المربي، وغدوه تبعث ولدك المدرسه ولا الليسي وتنتظر كونه باش يقوم بالدور نتاعو. اذا كان انا مثلا يعني همشت وقزمت وشيطنت كل مؤسسات الدوله، شو اللي ننتظر بعد؟ يعني اليوم مطالبين كون كل المؤسسات تشتغل مع بعضها. هذا من جانب. حكينا جانب اخر على مساله المناعه، كيفاش نوفر مناعه اجتماعيه لدى صغارنا. وهذا اهم حاجه. بالطبع. نحكيو على حاجه اخرى، مساله الردع يلعب دور كبير. يعني ما نخليش ولدي يبحث على حاجه اخرى بديله. انا لازم نوفر له البزوة نتاعو. لانه وقت اللي انا ما نوفرلوش البزوة نتاعو في الدار باش يلوج عليها لبرا.
فما دراسه اي فما دراسه سوسيولوجيه تعملت في الجزائر، عملها واحد سوسيولوج جزائري تحفونا برشا، اسمها ظاهره الحيتيون. شو الحيتيون؟ كل تقمش يدير الحيط، تو كان تمشي قدام المعاهد والمدارس تو تشوف صغارنا كيفاش يدير الحيوت، امشي للحياة تو تشوف في كل حي مجموعه شادين حيط، وشوف اكل الحيتيون شو الظواهر اللي تفرزها. علاش ظهرت ظاهره الحيتيون؟ وقت اللي ما فماش العائله ما قامتش بدورها، وقت اللي مؤسسه القرب ماش قريبه ليهم. يعني اليوم كل شيء لازم يمشي في تناغم. النقطه الاخرين اللي نجم نحكيو فيها في مخصص العلاج هو تشخيص وعلاج او ميم طو. المجتمعات كيفاش تشتغل عموما؟ المجتمعات تشتغل بزوج ثقافات، فما الثقافه الام وفما الثقافات الفرعيه. الثقافه الام هي الثقافه العربيه الاسلاميه بتاعنا، ثقافه التونسه، هذيك ثقافتنا الام. الثقافات الفرعيه كيما نقولوا الثقافه البيئيه، ثقافه احترام الكبير، هذه ثقافه الامل، هذه بكل ثقافات فرعيه مكمله للثقافه الام. فما ثقافات فرعيه مدمره للثقافه الام كما ثقافه الياس الاحباط. سي سامي نحكيو على الثقافات الفرعيه وكنت تحكي عليها انت حضرتك تويكا بكري، كان اللي ما يكملوهوش الوالدين يكملوا المربي. انت الثقافات الفرعيه المدمره باش تحاربها، تحاربها بالمربي. والثقافات الفرعيه المكمله والداعمه للثقافه الام تبنيها عن طريق المربي. يعني المربي هو عنصر فاعل كبير برشا في عمليه البناء. المربي تنجم تتفاوض معاه، تنجم تحكي معاه، تنجم تتدخل في السياسة التربوية، تنجم تضغط وتغير في السياسة التربوية. لكن هاو طويق الوالي الإشكال وين؟ يقول لك ما تصيح ليش على صغيري وما تضرب ليش صغيري. هنا كيفاش؟ الإشكال وين؟ الإشكال وين؟ الإشكال من جهة. الوالي حاليا اللي مازال ما يعرفش قيمة المربي لابد باش يستشعر في ذاته. وعلاش حكيت أنا على هذه النقطة؟ الهدف نتاعه هو هذا. وقت اللي قلنا مثلا قاعدين نجنيو في ثمار شيطانة المربي. دونك اذا كان انت المربي شيطنته، واذا كان انت المربي اليوم وليت هو تتنفيه بكل شيء، لا الصغير مازال يقبل ولا هو مازال ينجم يخدم باريحيه. لكن ديما تبقى علاقه الوالي بالمربي سهل برشا معالجتها بالمقارنه مع فاعل اخر، لانه الفاعل الرئيسي اللي كان قبل متناغم تو ولا ما عادش متناغم. لكن غدوه عندنا حاجه اخرى اللي لازم تفكر فيها، اللي هو اللي عندك منافس جديد ليك وللمربي اللي هو السوشيال ميديا. وقت نحكيو احنا على التنشئه الاجتماعيه، التنشئه الاجتماعيه شكون قبل كان يقوم بها؟ كانت تقوم بها الدار، العائله، المدرسه، وسائل الاعلام، جهات معلومه. اليوم التنشئه الاجتماعيه اصبح عنصر فاعل ورئيسي ما تعرفهمش. اليوم مثلا فما حاجات حتى سياسيين نجم تحكي فيها. على السياسي تجمع كيفاه؟ تقول مثلا السوشيال ميديا واللي ستار اللي برزوا زعما تلقائيه كيك برزت ولا عمليه ممنهجه؟ نطرح سؤال كبير. امراه تخرج تنزع حوايجها وتشطح في اللايف، يتم تكريمها دوليا كمن اكثر المؤثرات في العالم في النساء، بل اكثر من هكا تتلف بعلم تونس وتعثر في دي بلاتو وتقول لك انا نورت وجه تونس. وكنا نعرفوا ماهيش هذيك المراه بالضبط. اول حاجه اعطت صوره خايبه على المراه التونسيه. لكن عندي انا ما اهم الجهات هذه اللي تصنف واللي تقيم واللي تعطي في الجوائز، شنو الهدف نتاعها وشنو هو معاييرها؟ يعني اليوم فعلا وقت اللي انا نجي نلقى امرأة قامت بهذا الفعل توجت عالميا، كيفاش تحب بنتي ولا بنتك تكون منضبطة غدوة؟ يعني اليوم فعلا فما حاجات يلزملك تقول لها ستوب. اليوم جاء الوقت باش تقول ستوب. ستوب لا هي وستوب حتى للبرنامج اللي استدعاها وردها انستار، وستوب لبرشا حاجات أخرى. ولابد فعل الناس الكل كي اليوم نقوم بنفس الدور، سواء كان كمجتمع مدني، كاعلام، كنخب، كاكاديميين، كالاختصاص، يلزمنا الناس الكل كي مطالبين على الاقل هذا قسم مشترك، يلزمنا نكونوا متناغمين فيه.
لانه تقريبا مستقبل صغارنا ماهيش لعبه. يعني كنا نختلفوا في كل شيء. نتصور اهم نقطه اللي مش ممكن نختلفوا فيها اللي هو مستقبل الصغار. واضح. يعطيك الصحه سي سامي نصر الدكتور والباحث في علم الاجتماع، مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوه. شكرا. يعطيك الصحه.